بنوك عم عادل وقرام وعادل يدوك انا هو فضل رابع مش خاصه ما بضناش انا بعد شهرين ما بضناش تبع ايه تبع مصنع السباق في المحل الكوب مصنع نسيجه بالسباق ايه اللي حصل بقى قلنا شهرين ما بنقبضش ومصنع واقف اخرات قديمه شايفين صاحب المصنع يعني المصنع ده مقفول من 2009 لا هو طالع يفتح ويفتح 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 يعني على طول يفتح واخد بالك خمس ست شهور وروح جاي قافل تاني يفتح خمس ست شهور وروح جاي قافل تاني مصنع قطاع خاص يا حاج مصنع قطاع خاص وكل سنه شركه كبيره شركه كبيره ويعتبر قبل رمضان واقفين بقى لنا اربع شهور دلوقتي اربع شهور ما بطناش يعني ما اربع بقول ولا حد عبانا ولا حد سال فينا ولا حد يعمل لنا خالص باي حاجه انا جاي دلوقتي اطلب من الاستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه اللي هو يشغل المصنع عشان كلنا كنا متواجدين في الشارع صاحب المصنع طرد في قلب الشارع ايه طرد اربع شهور في قلب الشارع ومشرد العمال كلها